لمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر سكايب أستاذ عبد الستار حديتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ عبد الستار أهلا بحضرتك. يا مرحبا يا أستاذ. خلينا نبدأ من قرار تركيا ببدء التنقيب عن الثروات في المياه الليبية، طبعا هذا وفق الاتفاق الغير شرعي اللي تم بين أردوغان وحكومة السراج. تعقيب حضرتك سريعا، يعني هذا التوقيت، لماذا هذا التوقيت تحديدا والاتفاقية يعني بقالها شهور، ومسألة إمداد أو استمرار التنقيب في مياه أيضا غير ليبيا أو غير تابعة لليبيا، يعني إلى أي درجة أيضا بترجحها؟ هي تركيا يعني تحاول تعميم وفرض عملية النصب والاحتيال التي تقوم بها في البحر المتوسط، هي طبعا بالإضافة إلى توقيع ترسيم الحدود ما بينها وبين ليبيا في نوفمبر 2019، تقوم في الوقت الراهن بتحديد الأماكن التي تزعم أنها ستقوم بالتنقيب فيها، وآخرها كان التوقيع مع المجلس الرئاسي على التنقيب على سواحل غرب ليبيا. وهي اعتقد انها تريد ان تفرض الامر الواقع، لان مساله التنقيب في هذه الاماكن سواء كان في شرق البحر المتوسط او على السواحل الشرقيه لليبيا او الغربيه لليبيا، يعني تتعارض مع اتفاقيات موجوده سلفا ما بين ليبيا ودول اخرى منها اليونان وايطاليا وفرنسا، يعني دول كثيره لديها اتفاقيات سابقة سواء كانت اتفاقيات مجمدة أو اتفاقيات سارية، كلها في انتظار عودة الاستقرار إلى ليبيا لبدء العمل فيها. ولهذا تركيا تدخل في صراع كما يبدو على السطح مع الدول الغربية، لكن أنا أعتقد أنها تحاول أن تضغط على المجتمع الدولي وعلى الدول الغربية وعلى دول الجوار، يعني نوع من الابتزاز فيها. طيب، في بعض الأمور اللي يمكن قرأناها في سياق الخبر يعني قبل مبدأ نقاش مع حضرتك، وهي ليها علاقة بوضع العلم التركي في أماكن خاضعة لسيطرة هذه الحكومة، حكومة السراج، وليها علاقة يمكن إحنا حتى ذكرنا أنه هذا بيذكرنا بما حصل في الشمال السوري، وأيضا في سياسي تركي بيقول أنه هناك نية وإرادة لوضع قاعدة تركية دائمة في ليبيا، كيف تعاقب على هذا الكلام وإلى أي مدى يمكن تطبيقه بالفعل؟ للأسف يعني غير مسبوق أن تقوم دولة أو قطاع في دولة برفع أعلام دولة أجنبية والاحتفاء بها، لكن أنا في رأيي أن الموضوع وراءه اللوبي الإخواني والشراكات ما بين بعض قيادات جماعة الإخوان والمقربين من الرئيس أردوغان ومنهم أيضا ابنه بلال. أعتقد أن هذه العلاقة المتشابكة، علاقة تنظيم الإخوان مع شركات لمقربين من أردوغان، هي السبب في ظهور أشخاص والسماح بأشخاص برفع أعلام دولة أجنبية والاحتفاء بها سواء كان في مصراتة او في طرابلس، لانه نحن راينا هذا في مصراتة، وهو يعني يمكن تفهم الامر اذا ما عرفنا ان تنظيم الاخوان متغلغل في هذه المدينه ويوجد فيها المقر الرئيسي لجماعه الاخوان او لحزب جماعه الاخوان، بالاضافه الى انه يوجد في هذه المدينه رجال اعمال لهم علاقه قويه بالارهابيين ولهم علاقة قوية بتنظيم الإخوان وبعائلة الرئيس أردوغان والمقربين منه. أما في طرابلس فالأمر أصبح يعني معتاد، لأن طرابلس من يتحكم فيها عسكريا من ناحية المقرات الرئاسية ومقرات حكومة الوفاق ومقرات الميليشيات هم ضباط أتراك، وبالتالي السلطة التركية موجودة فعليا على أرض الواقع في عدد من مناطق طرابلس منها مطار معيقة وطريق السكة وبعض الأماكن في منطقة زاوية الدهماني والظهرة، هذه الأماكن ينتشر فيها وتجراء أيضا ينتشر فيها التواجد التركي، وأعتقد أن الأتراك تشجعوا في ضغوط الجماعات الإرهابية في دول مجاورة لليبيا
وتقوم بفتح المجالات امام الغرب. طيب استاذ عبد الستار، في نقطه مهمه جدا ايضا يعني اريد النقاش حولها. هذه النقطه لها علاقه بالارهابيين اللي بيتم ارسالهم الى ليبيا. في الفتره الاخيره كان في الكثير من التقارير اللي اوردت معلومات جديده حول هذه الظاهره، يعني مثلا وجود الاطفال ضمن هؤلاء الارهابيين، مساله استخدام التهديد والترويع لهؤلاء حتى يتم ارسالهم، يعني اذا ما يعني ما نفعتش الفلوس والدولارات يعني ممكن ينفع التهديد. تعقيب حضرتك ايضا في هذه الجزئيه، وفي هنا يمكن استغلال للجائحه اللي بيمر بيها العالم، وانه يمكن الدول كلها مركزه مع هذه الازمه في يعني زياده وتيره هؤلاء الارهابيين. يعني معروف طبعا ان النظام التركي مثله مثل الجماعه الارهابيه يستغل المصاعب الانسانيه لتحقيق اغراضه، يعني معظم الشباب السوريين الذين يتم استغلالهم من جانب النظام التركي هم ينتمون لعائلات مشرده تعيش في ملاجئ، تعيش في مخيمات، لا وظائف لهم ولا عمل، ليس امامهم الا الجماعات الارهابيه والجماعات المسلحه والمخابرات الاجنبيه. وتركيا هي من شاركت في خلق مثل هذه الفوضى في الشمال السوري، وبالتالي هي تقوم في الوقت الراهن باستغلال هذه الفوضى من خلال استقطاب الشباب وتهديدهم والزج بهم في معاركها في ليبيا. يعني أسرة مثلا مكونة من 7 أفراد أو من 6 أفراد سوريين يعيشون في مخيم على الحدود التركية ويتلقون مساعدات من الأتراك أو من منظمات دولية عن طريق الأتراك، في نهاية المطاف يخيرونهم الأتراك بين أن ينخرطوا في العمل المسلح الذي تديره المخابرات التركية والشركات العسكرية التركية، أو قطع الإمدادات وقطع المساعدات أو التنكيل حتى بهؤلاء الشباب والزج بهم في السجون أو التلاعب بمصيرهم. طيب أستاذ عبد الستار، يمكن وإحنا بنتكلم عن سوريا وما حدث في سوريا، يعني كثيرا ما طرحنا سؤال فكرة أنه أردوغان يريد يعني خلق نموذج سوري أو كما فعل في سوريا في ليبيا أيضا. الحجة اللي كانت مستخدمة في الشمال السوري وفي كل الغزوات أو العمليات الاحتلالية اللي تمت في سوريا كانت هي القضاء على الإرهاب، الأمن القومي التركي، مسألة الأكراد اللي يعني ياما تكلمنا فيها، ولو أنها طبعا كانت مسألة غير صحيحة بالمرة. لكن في ليبيا ما هي الحجة المستخدمة وما هي الطريقة التي يتفاعل بها أردوغان مع حتى المجتمع الدولي في تصدير هذه الفكرة وتصدير تدخله بهذا الشكل الفج؟ يعني هناك عدة جوانب للطريقة التي يعمل بها نظام أردوغان في ليبيا. الجانب الأول في رأيي هو محاولة اللعب على المتناقضات الموجودة في عدد من مدن شمال غرب ليبيا، سواء كانت مدن ذات أغلبية عربية أو مدن ذات أغلبية غير عربية. وهذا قامت به تركيا في الماضي البعيد في بدايات القرن الماضي، حين قامت باللعب على وتيرة العرب وغير العرب ومحاولة تغليب فريق على آخر لتحقيق أهداف خاصة بها. هي تقوم في الوقت الحالي في هذا النوع من الممارسات وتقوم باللعب على المتناقضات ما بين مدن في شمال غرب ليبيا، حتى بعض المدن العربية التي توجد ثغرات ما بين بعضها بعضا، وبعضها ثغرات قديمة جدا. تركيا تحاول أن تثير مثل هذه المعارات، تحاول أن تلعب على هذه المتناقضات للتواجد في شمال غرب ليبيا. أيضا هي تحاول بجانب آخر أن تتواجد عسكريا بشكل قوي، ليس لتهديد الليبيين أو لفرض السيطرة على ليبيا فقط، ولكن لإخافة دول الجوار وللتمدد في قلب أفريقيا. هي عينها في رأيي في الوقت الحالي على قاعدة الوطية، وهي أكبر قاعدة عسكرية موجودة في شمال غرب ليبيا، وأعتقد أنها تستخدم كل السبل في محاولة للسيطرة على هذه القاعدة والتواجد مكان الجيش الوطني الليبي الذي
هو موجود فيها الآن. أستاذة عبد الستار، هل تعتقد أنه من الممكن أنه تتريك يعني هذه الأماكن اللي موجودة تحت سيطرة حكومة السراج، تتركها يعني بمعنى كما حدث في الشمال السوري، وإحنا بنتكلم عن النموذج السوري، فكرة دراسة وجود يعني مدارس تركية ودراسة اللغة التركية، رفع الأعلام التركية في مساحات أكبر من المساحات أو من الأماكن اللي إحنا رصدناها في سياق الخبر، هل بتعتقد أنه هذه الطريقة ستستمر أو ستأخذ منحنى أكبر في الفترة القادمة في ليبيا، أم أنه الأمر مختلف في ليبيا عن سوريا؟ طبعا الامر مختلف. الغالبيه العظمى من الليبيين ضد الغزو الاجنبي، ضد التدخل التركي وضد اي تدخل اخر. من يقومون بفتح الابواب والنوافذ للاتراك هم قله، بعضهم كما قلت من رجال الاعمال وبعضهم من جماعه الاخوان او رجال الاعمال المتحالفين مع جماعات الارهابيه او مع رجال الاعمال من المقربين من اردوغان. هذه أقلية وتتركز في بعض المدن مثل مصراتة وطرابلس وزوارة طبعا ومنطقة تاجوراء، لأن منطقة تاجوراء خطيرة للغاية، لأن الأتراك يقومون بالاعتماد على الدعم القطري للتواجد بقوة في هذه المنطقة شاسعة المساحة. على كل حال النشاط التركي في شمال غرب ليبيا من الصعب أن يكون مثل ما يحدث في شمال سوريا، وإن كانت هناك محاولات حثيثة. والسبب في رأيي هو أن الليبيين بطبيعتهم ضد الغزو الأجنبي، يعني هم قاوموا الأتراك في الماضي في ليبيا وقاوموا الإيطاليين وطردوا القواعد الأجنبية، وللليبيين تاريخ مجيد من رفض الغزاة. الوقت الحالي تركيا تعتمد على للأسف الشديد على تأييد المجتمع الدولي لما يسمى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تعتمد على مصالح أوروبية ومصالح روسية ومصالح لأطراف مختلفة تغض البصر عن بعض الأنشطة التركية في ليبيا، مقابل أن تتنازل تركيا عن مصالح لهذه الدولة أو تلك في المنطقة الآسيوية والمنطقة الأوروبية. كل المصالح التركية تنصب على الخارج وليست على الشعب الليبي، هي تستغل الشعب الليبي وثروات الشعب الليبي لاكتساب أوراق للضغط على أطراف أخرى منها دول أوروبية. نعم. وروسيا وغيرها. طيب أستاذ عبد الستار، يعني في الختام قبل أن أختتم حديثي معك، في جزئية مهمة جدا دائما ما كنا نتحدث عنها، وهي مسألة الدور الدولي أو دور المجتمع الدولي. يمكن كان بالأمس فقط كانت المفوضية الأوروبية بدأت في التركيز من جديد مع أردوغان ومع ما يقوم به سواء في ليبيا أو في أي مكان آخر، أو حتى فيما يتعلق بالبحر المتوسط طبعا وثروات البحر المتوسط. ما تعقيبك حول هذه الجزئية؟ وسريعا إذا تفضلت، يعني هل من الممكن أنه يتم اتخاذ موقف في ظل هذه الجائحة وأنه يتم التركيز معه أيضا في ظل هذه الأزمة العالمية، أم أنه كل دولة مشغولة الآن بما فيها يعني من تداعيات لفيروس كورونا؟ يعني مع الوضع في الاعتبار ان الاولويات الدوليه في الوقت الحالي تنصب على فيروس كورونا، لكن اريد ان اقول ان دول الاتحاد الاوروبي وبقيه القوى المعنيه بالامن لو ارادت ان توقف التدخل التركي في ليبيا وفي البحر المتوسط لفعلت. انا اعتقد ان هناك استغلال للتحرك التركي، وهناك نوع من غض الطرف بمستويات معينة للنظام التركي. نعم. فيما يحقق المصالح الغربية إلى حد ما، يعني الغرب إذا أراد أن يوقف تركيا يستطيع أن يوقفها. نعم. يعني نفس لا يريد ذلك. يعني تقريبا نفس الكلام اللي بيتقال منذ بداية الأزمة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الستار حتيت، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.